علو شعيد ولا اسمي؟ بالنسبة شكون علي أنا ولا عزوالي؟ خلينا نحكوا عليك أنت ساعة. لا مش باش نعيد، أنا ما عنديش باش نعيد. أنا كاري 5000 ديجا كراية مش خالص. كاري 5000 أربع شهور مش خالص كراية، ما نجمش نعيد. واضح؟ فما عباد تسلف، فما عباد تركح أمورها، وفما عباد مش تاخو، كل واحد كيف عزيزتي، كل واحد أول مرة ما تنجمش تشري عيد ما تعيدش ولا عندك سنوات من وقتاش وأنت ما تنجمش؟ عندي برشا سنوات ما نعيدش عزيزتي بالرغم نحكيو بعد الثورة. نضحك أنا ونخدم، أنا نخدم في اتحاد الشغل وما دارك باتحاد الشغل، واضح؟ أخي بشي أنا خوفها أنا وما نعيدش كل عام. سايب برشا خاطر حسب الكواليس وحسب ما سمعناه معناها 90% المصدر مش صحيح، مو غادي مش صحيح. تحت المليون و400 ما دخلتش على علوش، إيبا وشكون ياخذ فيهم المليون و400؟ سوا ديزون أنت بنتي توا ربي يوفقك أنت ولدي وزميلك تاخذ زوج ملايين تحط مليون ونص في علوش ومن بعد والكريديات. دونك صعيب ياسر الشعب التونسي 90% مش معايا، مش باش ياخذ، إن شاء الله ربي يرزق أمة سيدنا محمد، لكن أنت الظرف يحكم، وحتى اللي في بإمكانه باش ياخذ بالمونتون هذا راهو باش ياخذه بالكريدي. وشكون باش يمشي الباتوار يعطيك علوش بالكريدي؟ امبوسيبل. الفلاح باش يكرديك؟ امبوسيبل. لا والله انا واحد من الناس باش نقدر باش نشري علوش العيد مثلا. علاش باش نقدر؟ لانه الدخل الحالي توا نتاع الدخل الحالي نتاعي فهمني، وبحكم نعمل ريبريزونتون نتاع شركه بالكوميسيونير نخدم، ما عادش توصلني باش نجم نشري علوش العيد. لكن لهنا تولي تضطر منا ومنا 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 ومنا، تولي تضطر باش تشري ارضاء ارضاء للصغار للمراه للمحيط اللي تعيش فيه فهمني، البرشا حوايج. اما هو ظاهريا ظاهريا نشوفوا ناس يلزمها تعمل مقاطعه، ناس يلزمها تعمل مقاطعه للشيء هذا. ما وصلتوش ما وصلتوش والله نخلي فيها ربي، انا ما نكذبش عليك عندي وليدات تبارك الله ما خلونيش. اما بالنسبه لواحد البارح قلت البارح انا شكون سافر باريس خاطر ما تعرف الحم تاع غادي الكيلو 41 800 علوش. تصور خديت ما عنديش تو شهرين علوش القيمة تنجم تقول 580 600 ماك عم ناول 720 بالصحاب فكينا خاطر مود المنطقة معناتها السوق الأسبوعين تاع الوردي 720 بالفكي. تصور أنت عيد والناس كل الشعب التونسي كل حاب يضحي واللي ما يقدرش باش يعمل. كان سهل ربي وثم شويه فلوس لقينا حوايج مناسبه ناخذ، ما ثماش نوب علينا ربي وكاو. المناسبه نتاع عيد الكبير ثم جزء من التوانسه يقول لك معناتها تمر بالنسبه لي تمر مرور الكرام، ما عادش نستناها ما عادش لاني معناتها ما نجمش نشي علوش عيودي وما نعيدش. علاش وصلنا في تونس هكا حسب رايك؟ على غلب من السلطه اللي شد البلاد كاو كل شيء، تمشي للفلاح يقول لك العلفه غاليه، القشاره يمشوا لك توا هيك توا يطلعوا للرياف وكل شيء ياخذوا لك بالكونديتي معناتها ياخذوا لك العلوش على 500 400 الف. بجد نحكي لك رواه حاجه ريتها بعينيا، يجي لهنا تونس يبيع لك العلوش 800 900 الف، كيفاش الزوال اللي باش ياخذ لهنا؟ هو كان يطلع بالرسمي الشعب التونسي والله حتى مش صورة باش نعملها، اقسم بالله لو تطلع العباد دي جورديه الكل يقعدوا عام عامين تو تسفل البلاد. اما احنا الحاجه اللي تغلى بل بالعكس نزيدوا نكوكدوا عليها فهمت، ساعه ساعه على السكر تلقي الصف من هنا لبرشلونه يخليه. مش لازم مش لازم طيب يشربوا حليب هكاك عادي شو برا ما خديتش. يعني حسب رايك انت المواطن التونسي مساهم ايضا في ارتفاع الاسعار هذه باللهفه نتاعو؟ مش تو ثم العباد الكل ما هيش فرد مستوى، ثم اللي بمخه يخمم يقول لك انا تو انا واحد من الناس باش ما نعرفش، احنا ديما يقولوا 12000 بالعكس يمكن فتناها 12 مليون ولا قداش خيانة باش نجي في الاخر بكل الوحيد باش نطلع فيها منا يعني ساعه ساعه مع الناس كان لقيت حاجه ما لقيتش ربي معاهم وكاو. خاطر الجفاف عنده دور، الحشيش ما فماش، منين مشي ياكل العلوش؟ معناها الامور سمي معايا الفلاحية الفلاح نجي تلومه تعذره، شو يقولوا له القرط وما نعرف شنو برافو المواد على فيه مش متوفرة، المطر ما فماش اوتوماتيكمون نحنا مش علوش، الدجاجة ولات ب 20000، يبان كيفاش ما تحبش العلوش كيلو ب 42 و 43.
حسب رايك علاش في تونس ما عندناش ثقافه المقاطعه؟ علاش معناتها الحاجه مهما كان سومها نرجعوها معناتها ضروره ونرجعوها حاجه تفرضت علينا بالسيف وما نخموش انه نقاطعوها؟ والله الاعلام هو اللي نجم يفرض الشيء هذا، الاعلام هو اللي نجم يفرض الشيء هذا، لان نحن ما عندناش ثقافه المقاطعه مع الاسف. حاجه ما وصلت ليش ما تعملهاش نورمال موكيك. نحن لهنا نعملوا كان على الاعلام كي يدور الاعلام يلزم الترويج للثقافه هذه بطبيعه الحال، يلزم الترويج لهنا ندوروا نحن فهمتي ونحكوا. وزاد كذلك حتى المدرسه الاولى هي الام او الاب في وسط العائله يلزموا يحكي في وسط العائله اللي هذه ما من ما نوصلوا لهاش ما نوصلوا لهاش ما نعملوهاش. بالنسبه لروحي انا حكيت لك على روحي، معناتها سالتني على العروش قلت لك انا نقدر نشري ما نقدرش الله غالب ما نشريش. تونسي بصفه عامه معناتها كل واحد وكيفاش، ثم اللي كردي ثم اللي يمشي ياخو معناتها يتسلف، ثم كل واحد كيفاش. وهي الضحيه ساعه بعمرها ما كانت تكون بالكريدي وما فيهاش انتريز وما فيهاش توا العباد الكل اعطيني نشري علوش ونحطو قدام داري وكاو وغيره ما عندوش. مواطن تونسي رغم الغلاوه نتاع العلوش يبيع حتى دبش ويبيع اللي عنده ويشري، فهمتني بنتي؟ معناها مش نجامل فيك ولا نرمي في الورود، كلامك صحيح وصويرك في بلاصو. قد ما تغلى الحاجه في تونس قد ما تزيد تكثر اللهفة عليه. برافو. تو فما حاجه ضروريه ما نجمش تقطعها، تو مشيت ناخذيت بدلت الوحده نتاعي برمي سلمس 200 طرفيات تعديت بون جماعه يخدموا مع ولدي، خديت نص تاع القهوه يعطيوك 275 غرام بالضبط. فما حاجات ما تنجمش تتجاوزها تعيش بها، باش مشيت تمشي للنسكافيه، النسكافيه كل واحد باش يبيع واحد 350 الاخر 400. فما حاجات ضروريه الناس تعيش بها. تو انت سميت، انا البارح برك نحكي مع المراه قلت لها عملنا شويه مليون، قالت لي فماش سميت. فهمتني؟ لي غران سيرفاس ندخلهم فماش الريون فارا، القهوه كيف كيف، مسنسك نتاع البكويت بوندا وما رشنيه واحد وكلها موجود كهرباء فماش. هذا مساهمة فيها ايضا اللهفه نتاع المواطن التونسي نورمالمون. مش لهفه مش لهفه مش لهفه. تو انت حطي روحك انت بوك ولا باش تاخذ سميت تدخل تلقى سميت، المفروض تسباك وباش تعدي نهار تخمى على غوده ما تلقاش. وصلنا في وقت يعني حتى الناس الخير ناس الرحمه ما عادوش برشا، والرحمه تقطعت بين التوانسه. يا بنتي منين الرحمه اللي تحكي عليها؟ العباد كلها في الهواء سواء، شكون اللي عنده فلوس باش يرحمك انت؟ هو كي عايش ولادي يتسمى رجل وسيد الرجال. شنو ثم العباد اللي لاباس عليهم؟ اللي لاباس عليهم اللي فيهم الرحمه هم جماعه السلطه، هم اللي بيلكوا البلاد، هم اللي يضرون. ريتي انا بعمري لا ندخل في السياسه وبعمري لا نتبع على نهضه ولا حزب فلان ولا حزب فلتان حتى من قبل في حياتي. داخل 50 سنت تو في حياتي انتخبت مره للنهضه، اول ما جاوا نحسبهم ناس طيبه وكل واحد مش قطعه طرد باش نقسموها، لكن معناتها قلت الناس يخافوا ربي والزوال يعيش ولا بس عليه الناس الكل كيف كيف. اخي الله غالب طلعت الكل ممكن بن علي الله يرحمه خير منهم 20,000 مره في مره. انا في عهد بن علي، انا على فكره لاني مانيش نتابع في السياسه، في عهد بن علي نهز 10,000 نعبي قفه ولادي بالخضره ونروح بالدجاج، تو نهز 50,000 ما نشري شيء ونروح. شنو المشكل؟ اش بيك تو العباد وصلت تاخذ لك رطل فلفل ورطل طماطم وساعات اقل وبرا شوف المرشي. علاش منيش حسب الامكانيات ما ثماش وكا؟ والله فما كعبات في الخفاء، فما كعبات في الخفاء يا عزيزي، مش انت باش تمشي تمد يدك، فما كعبات في الخفاء، اما المسؤولين الكبار المجبرين الكبار ما يعاونوش وما يعطوش، المتجبرين الكبار شادي لك عرسي وما يعطوش، اما ايام بن علي انا ايام بن علي مش بن علي شنو فرق لنا الزواول انا، وايام ايام سي بشيبو انا فرق له علاش؟ توا مش عزيزتي كما يرحم الله. هاي نحكي معاك كان 500 دينار كان 24 كان مش خالص واضح ليلة نتعشى ليلة ما نتعشاش. أنا قلت لك وين نختم بدي حاجة نورمالمون يدافع على حقوق الطلب معناتها الطبقة الهشة الطبقة معناتها الفئة الشغيرة. وضع ياسر صعيب ياسر 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 على الأخر ديما إشمال يصعب إشمال يصعب صعيب برشا
صعيب ياسر، صعيب ياسر. المواطن التونسي تحديدا خلينا نحكيو على الزوالي فرح بالثوره، قال انه حياته معناتها باش تتحسن باش يعيش، فيلقى روحه غير قادر من انه يشري حتى علوش العيد اللي هي مناسبه تجي مره في العام، واللي هي مناسبه يبدا يستنى فيها من اجل انه يلبي شهواته، على خاطره غير قادر انه يشري اللحم في الايامات العاديه، لكن نغسوا له الفرحه هذه. وايضا ولات عند برشا معناتها زوايل تمر مرور الكرام ما عادش يستنوا فيها وما عادش لانهم ما يشروش. شكون مسؤول على هذا؟ والله سامحني، كان انت تعتبرها ثوره ما تعتبرش ثوره. انا من نوع نحكي على روحي، انا واحد من الناس، كل واحد مسؤول على كلامه ومسؤول على، انا ما نعتبرش ثوره، نعتبرها احسبها انت فاضي، احسبها كما تحسبها. كيفاش احنا عملنا ثوره؟ ليش عملنا ثوره؟ ليش احنا عملنا ثوره باش تحسن وضعيه الزوالي؟ وشكون عملها الثوره؟ عملها الثوره الزوالي هكا ولا؟ لكن تبقينا اليوم يا اخي روح الزوالي هو اللي يدفع في الفاتوره. ما دام هو يدفع في الفاتوره يا خويا ما كيفاش تحبوا يستعرف هو بالثوره ولا يستعرف؟ هاك عايش مع جمله العايشين وكهو، فهمني، يهزوا نهار يجيبوا الليل واكثرش من نوضح لك اكثر منك. رساله تحب توجهها من المنبر هذايا باسمك وباسم الناس الزواوله، الناس اللي ما عادش قادره انها تشري علوش عيد وتعيش. يا يرخونا في المعيشه شويه، في القفه شويه، وفي ما عايشين بها الماكله كلها، كالمغياش كل شيء كل شيء كل شيء يرخصونا ويرخبينا. كرينا الناس عباد كلها كاريه، يعني عندها اربعه عندها خمسه صغار، كما انا بنتي باش تطلق وعندها ولاد في كرومتها. انا هزا كل شيء 900 انا اخو مبلع في القرض شهرية هذه عباد كل، يعلم بها ربي. علوش العيد بالنسبه لك انت كمواطنه تونسيه ما عادش حاجه تستناها؟ ما عادش مناسبه تستناها يجي لا لا يمشي العيد؟ حاجه عاديه؟ حاجه عاديه، ما عادش لوش، ما عادش لوش، حتى صغير ربي ما عادش لوش. تعودتهم على انهم يقتنعوا بالموجود هذاك هو ينحوها المناسبه دي؟ قناعة به، القناعة. انا كنت نص خالة سكرية ونكرب نعمل حتى عجة ناكلها، انا عجة ما كنتش نعمل عجة باش ناكلها.